النائب الدكتور سمير غطاس والنائب أسامة شرشر أعضاء لجنة حقوق الإنسان سابقا بعد تقديم الاستقالات اليوم أثناء هذه الانتخابات. برحب بك دكتور. أهلا بحضرتك. أهلا. يعني ما الذي جرى وكيف تمت هذه الاستقالة؟ يعني الإطار العام لهذه الاستقالة أنه كنا نطمح منذ بداية البرلمان أن تؤسس هذه التجربة لتجربة ديمقراطية جديدة تضع مصر كلها على عتبات حياة ديمقراطية حقيقية جديدة. للأسف الشديد فإن العقلية السائدة داخل البرلمان من كتلة واحدة هي كتلة دعم ما يسمى بكتلة دعم مصر، وهي أغلبية رقمية في البرلمان تشكل ظهيرا للحكومة وتوافق على كل قرارات الحكومة، تفسد الحياة السياسية لأنها تستعيد مرة أخرى نفس أسلوب وعقلية الحزب الواحد وتعيد إنتاج نفس تجربة الحزب الواحد سواء كان الحزب الوطني أو جماعة الإخوان المسلمين. أذكر هنا بأن جماعة الإخوان المسلمين والحزب الوطني كانوا يرفعون شعار مشاركة لا مغالبة قبل الانتخابات، وعندما تأتي الانتخابات ينقلبوا على هذا الشعار وتتحول المسألة إلى مغالبة لا مشاركة ويتم احتلال وغزو أغلب اللجان، وهذا ما حصل في الدورة السابقة. وللأسف الشديد كنا نأمل أن تتغير هذه العقلية قليلا في الدورة الجديدة، لكن للأسف الشديد تصاب التجربة الديمقراطية مرة أخرى بانتكاسة جديدة، لأنه بدعوة ديمقراطية تحاول هذه القوى الاستحواذ على كل المناصب والمواقع واللجان لأنه لها أغلبية رقمية. وكما نعرف جميعا فإنه جاذبية الحكومة والانتماء للحكومة هي جاذبية عليا دفعت عدد كبير من الأعضاء للانتماء. الحديث عن أغلبية ديمقراطية والتسليم بأن الديمقراطية هي الأغلبية هذا حديث أجوف ولا علاقة له بالديمقراطية. أولا لأن الانتخابات سبق وأن أتت برموز ديكتاتورية بل وحتى فاشية مثل موسوليني وهتلر جاء بالانتخابات. الديمقراطية لا يمكن اختزال الديمقراطية في الانتخابات فقط. فضل. اسمح لي فندم، هل توقع أحد من النواب أثناء إعداد هذه اللائحة، اللائحة دي تم إعدادها في دور الانعقاد الأول، يعني نتكلم عن بضعة شهور، 9 شهور تقريبا في دور الانعقاد الأول حصلت أول مشكلة مع تطبيق هذه اللائحة، هل توقع أحد من حضراتكم من السادة النواب أن تحدث مثل هذه الـ يعني دي مشكلة حقيقية وأدت في الآخر إلى استقالات من داخل اللجان النوعية، هل توقعتم هذه المشكلة مع وجود اللجان؟ طبعا أنا ربما من أبرز الأعضاء الذين اعترضوا بشدة على صياغة هذه اللائحة، لأن اللائحة في تقديري وقلت هذا مرارا أنها لائحة يعني أقل ديمقراطية من لوائح برلمانات عديدة، تعطي لرئاسة البرلمان صلاحيات واسعة جدا لدرجة أنه جدول أعمال اللجنة يجب أن يتم الموافقة عليه أولا من قبل رئاسة البرلمان قبل أن يتم مناقشتها. هذا أمر لم يحدث حتى في مدارس الابتدائي، يعني مدرس اللغة العربية في أي مدرسة ابتدائية يمكنه أن يختار الدرس الذي يعطيه دون الرجوع لناظر المدرسة فيما يتعلق. أما فيما يتعلق بالمقابل ببرلمان يفترض أنه منتخب ويمثل الأمة فإنه عليه أولا أن يحصل أو يتحصل على موافقة مسبقة من رئاسة البرلمان. هذه اللائحة الجزء الآخر في اللائحة والمهم جدا أنه رفع سقف تشكيل الائتلافات إلى 25% من 15 محافظة وثلاثة من كل محافظة، بما يعني أنه لا يوجد إلا ائتلاف واحد وهو الائتلاف الحكومي الموجود حاليا. اسمح لي فندم، هل هناك دلالة سياسية لهذا الاستحواذ اللي قامت به دعم مصر في الانتخابات الداخلية النهاردة اللجان الفرعية، هل ده هيأثر على طريقة الأداء داخل البرلمان؟ يعني بالتأكيد يؤثر، أولا يحبط التجربة الديمقراطية ويجهضها قبل أن تبدأ، وبالتالي يفقد الشعب المصري الذي انتخب هذا البرلمان كثير من ثقته في هذا البرلمان وينفض الناس. أذكر هنا الجميع بأنه حتى مع النسبة المنخفضة للمواطنين الذين انتخبوا هذا البرلمان بنسبة 22% عندما توفى نائب حدائق اللؤبة، عندما أجريت الانتخابات التالية لم يشارك فيها أكثر من 7%، وهذا مؤشر خطير على انفضاض الناس من العملية الانتخابية. ولا توجد ديمقراطية دون مشاركة شعبية ودون مشاركة النواب فيها. هذا المؤشر الخطير أشعل كل الأضواء الحمراء ليشير إلى أن المواطنين ينفضون عن عملية الديمقراطية. أسمع من حضرتك تعليق أيضا على استقالة النائب أكمل قرطام. النائب أكمل قرطام نتيجة يعني جرى نقاش داخل اللجنة، احنا في لجنة حقوق الإنسان وهي كما أشار زميلي الدكتور صلاح هي واحدة من أهم إن لم تكن أهم اللجان،
تم تعطيل عملها بالكامل في الدورة السابقة. تصور مثلا أنه المجلس القومي لحقوق الإنسان وهو مؤسسة نحترمها كثيرا ونقول لها، أتيح لها 3 مرات زيارة السجون، بينما اللجنة المشرفة على هذه اللجنة المنبثقة عن مجلس النواب لم يسمح لها، لم تحصل على تصريح لزيارة السجون أو الأقسام أو حتى المستشفيات. وبالتالي أنا تقديري أنه تم عن عمد تعطيل هذه اللجنة لشلها، ومن ثم إعادة مرة أخرى إنتاج اتفاق بير السلم. وأنا أؤكد على أن اتفاق بير السلم ما بين ما يسمى بدعم مصر وما وبعض الأحزاب الأخرى للعودة للاستيلاء على هذه اللجنة ومصادرة أعمالها. أكمل قرطام هو واحد من الذين شاركونا في هذه اللجنة في وضع البنية الأساسية من قواعد، من نظم، من يعني جمع البيانات والمعلومات إلى آخره. كان مرشحا من قبل اللجنة القديمة ليخلف رئيس اللجنة الذي استقال. للأسف الشديد هو قدم استقالته من اللجنة، أو صحح بس أنه ليس من البرلمان. لا ليس من البرلمان، لأنه لا يملك مثل هذا القرار. يجب أن يعود أولا إلى حزبه وإلى زملائه في اللجنة. نحن نؤكد على ضرورة مواصلتنا ونضالنا داخل البرلمان من أجل إحياء وإبراز التيار الوطني الديمقراطي الحقيقي داخل المعركة. أريد أن أقول كلمة أخيرة، أنه على الذين يتشدقون بالديمقراطية وفقا للأغلبية الرقمية، لا توجد ديمقراطية دون معارضة. لا يمكن أن نسمح بديمقراطية دون معارضة، أن المعارضة جزء أصيل وعضوي من الديمقراطية. لا توجد ديمقراطية بدون معارضة. بشكر حضرتك شكرا جزيلا.